تعتقد الرغبة الجنسية عند المتزوجين حديثا دي ظاهرة ممكن نقول ان من ضمن اسبابها الاساسية هو حالة الخجل اللي موجودة عند الطرفين، حالة عدم معرفة طبيعة كل جنس اخر للاخر، يعني لا الست فاهمة نفسية والحالة النفس جنسية بتاعت الراجل، ولا الراجل ساعات بيبقى فاهم طبيعة بتاعت المرأة خاصة في بداية او في مراحل الاولى من الزواج. احيانا احنا بنشوف فقد الرغبة ده، لكن بيكون فقد الرغبة جاي بعد ما كان في مشاكل. المشاكل دي ممكن تكون لأسباب عضوية، سواء كان الراجل بيعاني من ضعف انتصاب أو سرعة قصف، ممكن تكون الفتاة في بداية الجواز عندها حالة تشنج مهبلي، خايفة من العلاقة الحميمة، فده بيؤدي إلى أنه المرحلة اللي قبلها اللي هي مرحلة المداعبة والملاطفة والاستثارة الجنسية بتبتدي تتأثر بالتأثير سلبي، أنه مفيش داعي لحاجة زي كده طالما أنه العلاقة مش هتبقى مرضية. انه كمان ده بيأثر على انه طب وعلى ايه بقى مزاجنا في الموضوع ده من اساسه، يعني طالما انه مش هيؤدي غرضه. فقد الرغبة الجنسية في المراحل الاولى من الزواج بتبقى عادة مؤشر لوجود خلل في العلاقة الجنسية ما بين الطرفين، قد تكون لسبب عضوي زي اللي قلناهم او قد تكون لسبب نفسي. احيانا في بعض الزيجات اللي بتتم دون ما يكون الفردين لحقوا يتعرفوا على بعض، او ممكن تكون نتيجة سوء تفاهم ما بينهم الاثنين في الحياة الاجتماعية، او كل واحد فيهم داخل بادي حياته الزوجيه بيحاول ان هو يطوع الاخر لما يريد، ما بياخدوش بعض زي ما هم ويبنوا لا، او يبقى عمليه فيه تهذيب بسيط عشان ننصهر في قالب واحد بتاع اسرتنا، هي عايزاه يبقى زي باباها وهو عايزها تبقى زي مامته، فيبقى فيه هنا مشحنات ما بينهم هما الاثنين بنشوف اثرها في الفراش الزوجيه. احيانا فقد الرغبه ده بيكون نتيجه تعاطي بعض العقاقير الطبيه من غير ما نبقى عارفين ان من ضمن الاعراض الجانبيه بتاعتها انها تاثر على مستوى الرغبه الجنسيه. احيانا كثيره بيكون مؤشر لوجود بعض المشاكل الصحيه اللي موجوده عند الرجل او عند المراه وهما شايفين انه دي مش مشكله، زي مثلا اللي بيكون عنده نوع من السكر وطويل المدى ومش مهتم بيه، فده بيأثر على قدرة الانتصاب فيبتدي يهرب من العلاقة، فيبقى فيه فقد في الرغبة الجنسية، مش عشان هو مش عايز يمارس الجنس، وإنما لأنه عارف أن ممارسة الجنس بالنسبة له مش هتبقى مرضية بالشكل الكافي. من أكثر الحاجات اللي بتخلي الكابلز يبقوا عايزين يمارسوا العلاقة الجنسية هو الرضا عن الأداء الجنسي، وده موضوع كبير جدا ناس كتير ما كانتش متخيلة انه هو ذو اهمية شديدة، لانه هو بيلعب على جزئية انه اي حد فينا بيعمل حاجة ويحس انه راضي عنها او مبسوط منها، الرضا والانبساط ده هو الحافز الاول انه يكرر هذا الشيء.